أريغ بلان. حكيم يا حكيم. صباح النور. صباح الورد. صباح خير الناس كل من يستمع إلينا في هذا الصباح الجميل. هذا الصباح الجميل. دوسيتك أمورك واضحة حكيم؟ ديما دوسيات حاضرة. رقدت البارح ولا تراجع في قانون المالية؟ والله عنده أورال اليوم. لا نسهر هذيك مشكلتي أنا. نسهر تحسوا فيه بالدينار قانون المالية. نسهر وجميل نقراه. نجم يعرضوا علينا توا. تعرف قانون المالية والميزان الاقتصادي والميزانية؟ أي من عام تقريبا من عام 92 وانا كل عام تقريبا نفس العاده تفلي القانون نتاع المالي لان نقراوه احنا نحكي بصفه عامه احنا كصحفيين يعني اللي مهتمين ديما بالشان الاقتصادي لانه معناها نعتبر وانا على الاقل وبرشا حتى صحفيين يعني يلزمك تقرا قانون المالي يلزمك تعرف البلاد اللي عايش فيها انت حتى ولو كنت مواطن عادي قول للزملاء قداش ميزانيه الدوله نتاعك قداش تصرف قداش مش الدخل وشنو الحاجات الجديدة اللي مش تصير في العام هذا العام جاي كنت قاعدة سألت ناجي زيري على قانون المالية ما لقيت منع أكثر فالسي شيء مركز مع قانون المالية في العام لطفة عادي بالفلس شنو مش يعني ما عندوش فلوس مركز ياسر مع قانون المالية كبير صباح النور يا كبير صباح الورد كل المستمعات خليفة اللي عنده فلوس ما يركزش مع قانون لا أبدا نيجي خايف على كرهب قد يمشي خالص بنيت العام جاي الحق هي نيت زادت يثبت قديش بون سامح تحكيم تفرع ده خاطر 60,000 حكاية فارغة الحمد لله نيجي 4 ملايين شنو شنو 4 متاع بابور يا والله يا حوال يا كبير صباح الورد خنصبحوا على الناس في المستمعات والمستمعين في تونس وفي الخارج في أوروبا وصباح النور قانون المالية أنا تنشق شوي ما كذا مسير وبعد نعود نتفكر قانون المالية يلا كبير اليوم متفائل ياسر الكبير قال لكم عام مشي وعام جاي 10 سنين التالي ليس القدام هذا هو لطيف. احنا توها اليومين تقريبا سنستمع الى صنفين في المجتمع الخبراء والمنجمين يعني تقريبا هذوما الان اللي نستمعوا اليهم في علاقه بالسنه القادمه نتمنى انها تكون افضل من السنوات السابقه اللي هي تقريبا البيلون الناس اخر السنه يقفوا على بيلون الاحداث من كل الجوانب والجهات طبعا المنجمين كانوا كثيرا متفائلين يعني لحد انه بلغنا مرحله التفاؤل لانه تونس تولي دبي تبقينا احنا تقريبا نراوح مكاناتي لعشر سنوات يعني كل اخر سنه من العشر سنوات الماضية تقريبا نفس الوضعية نفس الحسابات نقفوا على قداش من حكومة عملت في السنة قداش من وزير أقيل وقداش من وزير تعين قداش من والي أقيل قداش من والي تعين قداش من معتمد أقيل قداش من معتمد تعين قداش من مدير عام تغير من مكانه قداش من بطال زادنا في السنة قداش من مشروع أجل تدشينه قداش من شاب حرق إلى الخارج يعني الهجرة غير نظامية قداش تراجع الدينار أو قداش وقف يعني عند المكان اللي موجود فيه لم نرى الحقيقة على الرغم من تفاؤل المنجمين تغير في حياتنا تيلة العشر سنوات مع مطلع كل سنة ونهاية سنة نقف تقريبا على نفس الوضعية عدا يمكن استثناء صغير اللي هو في علاقة بالمنتخبات الوطنية اللي تشارك في الدورات سواء كان الألعاب الفردية أو الجماعية عدا هذا تقريبا واقفين في بلاستنا كل عام وإحنا نحسيه في عدد الخلافات ووقف حتى الإعلام تقريبا تنشوفوه في الاحتفالات السنة في العلاقة بالمشهد الإعلامي الإذاعي أو التلفزي وغيره ويقف فقط على ما حدث من بوز في مستوى أحداث تجلب الرأي العام ولكنها لم تغير حقيقة الناس أعتقد أنه المشهد والأوضاع متاع الناس ووضعية البلاد وعلاقتها بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية ظلت تراوح مكانها كما هي كما لو أننا مرينا بسنة وليس بعشر سنوات هذا الحقيقة البلون المؤسف حتى على المستوى السياسي ومقيل من مسألة الانتقال الديمقراطي وأن البلاد شهدت معناها نقلة نوعية على مستوى الحوكمة السياسية ظلت تقريبا هي نفسها بعد 2011 إلى الآن صحيح 2011 قطع في مستوى
المنظومة السياسية أو الحوكمة السياسية للمشهد تغيرت في سنة 2011، ولكن ظلت هي نفسها احتراب سياسي، نفس المشهد، نفس الشخوص، نفس المكونات، نفس الصراع. متبدل شيء هذا في الحقيقة؟ عادة التراجع، لأنه القاعدة تقول اللي ما يتقدمش يتأخر بالضرورة. أكالش قلنا البلاد التالي ليس القدام، ونتمنى أن تكون نهاية السنة هذه وقفة جادة من الجميع أنه نقطع مع هذه الوضعية اللي ما عاش تخدم البلاد بالكل. نيجي خليفة يقول 10 سنين التالي ليس القدام. صحيح، معناها خلينا من يعني في الجانب الاقتصادي والمالي والحتى الاجتماعي حتى النفسي للناس. ثم حالة متاع إحباط، يعني كل عام تزداد عمق، وكل عام يعني الحلمة اللي حلموها التوانسة عام 2011 كل عام ماشي وتصغار، ماشي وتتضاء اللين، ما عادش تترى، يعني ما عادش فما حتى مساحة للحلم. يعني أحيانا معناها الناس تتسأل تقول إيه وبعد وين؟ يعني مازلنا اسكو مازلنا مكملين على المنوال هذا؟ شوف راهو ما نعرفش، يمكن البلاد اليوم تحتاج الى هزه كبيره، رجه قويه برشا، باش الناس على الاقل الناس معناها تفهم انه هذاك هو البلاد يا اخي، معناها خلينا نبطلوا. خاطر فما خطاب يغلط فينا، كان فما خطاب سياسي مخاتل ومراوغ ومحتال أيضا. السياسيين اللي كذبوا برشا معناها لسنوات طويلة فك الحملات الانتخابية وغيرها، ورؤساء الحكومات اللي يجيوا في الملا، وكل واحد يحب يحل في الجنة ذريعة معناها للعباد، يحب يعني تحت اسم معناها خلي الناس تحلم، أعطي الأمل، معناها يعلي في السقف. كل واحد يجينا يحلي في السقف ويستعمل كل حروف يعني الـ الإشارة للمستقبل، سوف نعمل ساكذا ساكذا. واحد ظهرت مع المرحلة هذه، نحن في عنق الزجاج، الزجاجة تكسرت، ماشيين للحيط، الحيط طاح، هبطي الهفوف وفيه، يعني تلاحظ هذه الكل وين ماشي، كل شيء كملناه. ساعات واحد يعرض مواد يقول كل ماشي مشينا، قلت مشينا وفيه الأمر. يعني فما حد ينجم ينقذنا من اللي احنا فيه؟ اي غير احنا، غير انفسنا. تبقى البلاد راهي تحتاج الى عقل سياسي حكيم رصين يعرف وين يهز، ويعرف وين يهز البلاد. لانه راهو شوف يعني احنا احيانا نقولوها بالفدلكة، السفينه يقودها الربان، والبي ام بي اللي يحكي عليه رئيس الجمهوريه لو بونور ناسيونال بروت، شكون يصنعوا؟ يصنعوا القائد الأعلى، القائد الأول، قائد السفينة، واضح هو اللي نجم يهز البلاد إلى السعادة ولا إلى التعاسة إلى البؤس. الشعوب زاد روى، صحيح للسياسيين كانت مسؤولية كبيرة، ولكن الشعوب بدورها القائد هو اللي حدد البوصلة، هو اللي حددها الأمور. ولكن الشعوب تكون عند اللحظة، يلزم ثم وعي جماعي أنه احنا في وضعية مش باهية بالكل.